دخل عليه أخوه الحسين، شقيقه وحبيبه، رفيقه وأنيسه، رآه ممددا على الفراش، فتذكر الحسين أيام الصلة الحسنان، لطالما لعب معا وعمل معا وجاهد معا. جاء الحسين وقعد عند رأس أخيه الحسن، وعز عليه أن يرى أخاه على هذه الحال، فقال له: يا أبا محمد، أخبرني من سقاك السم. قال الحسن: ولم يا أخي؟ قال الحسين: أقتله والله قبل أن أدفنك، أو يكون بأرضي أتكلف الشخوص إليه. فقال الحسن: يا أخي، إنما هذه الدنيا ليال فانية، دعه حتى ألتقي أنا وهو عند الله. وأبى أن يذكر اسم قاتله خشية الفتنة التي لطالما فر منها. كان الحسن رضي الله عنه لا يريد أن يراق دم بسببه، هكذا عاش وهكذا أراد أن يموت رضي الله عنه. ولما اشتد بالحسن الوجع أصابه الجزع، فإن للموت سكرات. دخل عليه أخوه الحسين فقال له: يا أبا محمد، ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم على أبويك علي وفاطمة، وعلى جديك النبي وخديجة صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أعمامك حمزة وجعفر، وعلى أخوالك القاسم الطيب وإبراهيم، وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب. فما أن انتهى الحسين من كلامه حتى سري عن الحسن وبرقت أسارير وجهه، ثم أقبل بوجهه إلى أخيه الحسين وقال له: يا أخي، إني أدخل في أمر من أمر الله لم أدخل في مثله، وأرى خلقا من خلق الله لم أرى مثله. فبكى الحسين رضي الله عنه لأنه أيقن بحلول الفراق وتشتت الأصحاب. بعدها اشتد بالحسن الألم وازداد الوجع وتقرح الكبد وتفطر الفؤاد، وبدأ السم يسري في الأوصال ويجري في الأركان ويقطع الأمعاء. بدأ الحسن يلفظ طائفة من كبده، حينها أيقن أن الموت قد اقترب، لكن هذه الحال لم تلهيه عن ذكر الله والتأمل في خلقه. فقال لمن حوله: أخرجوا فراشي إلى صحن الدار حتى أنظر في ملكوت السماوات. فأخرجوا فراشه إلى صحن الدار، فرفع الحسن رأسه إلى السماء فنظر، ثم قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك، اللهم إني أحتسب نفسي عندك، فإنها أعز الأنفس عليه. ثم أغمض الحسن عينيه ليودع الدنيا غير فاتن ولا مفتون. نعم، لقد مات الحسن، لقد مات سبط المصطفى صلى الله عليه وسلم وريحانته الأولى. انهمر يا دموع، وتفجر يا حزن، وتغلغل يا شجن، لقد مات الحسن. قال مساور السعدي: رأيت أبا هريرة قائما على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته ويقول: يا أيها الناس، مات اليوم الحسن بن علي حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فابكوا. لا إله إلا الله، وكأن الأمة قد نسيت وصية نبيها صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: هما ريحانتاي من الدنيا، والريحانة تشم ولا تقطع، وتمسح ولا تقلع، وتسقى لتحيا لا تسقى لتموت. فتبا لمن وضع السم للريحانة الأولى،
وسحقا لمن اقتلع الريحانة الثانية.